شنو نقول؟ بعد قبل ما يبدا الفيديو هذه اوهريما اي كي اي خوله. المهم هذه خوله كتسكن معايا انايا فالونس، عرفتها في لاركتيكتور، حيت هي كتقرا حتى هي كتقرا لاركتيكتور غير هي بالاسبانيول، انا كنقرا بالانجلي وصافي. هذا ما كان عارف كاع كاع البدايه ديال الفيديوهات كنبقى نتشكى وكنبدا نقول ديما ما كان اديتيش. عارف كنقول عارف بلا فكاع البدايه ديال الفيديوهات كنبدا نتشكى وكنبدا نقول هذه 3 شهور ما اديتيش، هذه 4 شهور ما اديتيش، بحق راه بصح منين. المهم رمضان كامل ما صورت حتى شي فيديو، وداك الايديت كاع داكشي اللي قلت كنايديتي مازال في فيديوهات اللي فاش كنت في المغرب، هذه شهر وزياده. المهم ماي باد، بالحق الغلب الله، حيت اصلا دابا كان عندي القرايه والسيمانه اللي فاتت كان عندي لا زيكزام وداكشي، ما كنت كنقرا بزاف داكشي. دابا شنو سميتو هاد النهار غادي نوريكم كيفاش النهار هاد النهار غادي هاد النهار نهار يا ربي كنحلم هاد النهار غادي نصور نهار من رمضان، نصور نهار ديالنا في رمضان. اي ماشي نهار يوميا زعما في رمضان، بحق حيت كل نهار فاطرين في قنت، باقا النهار غادي يفطروا عندي صحابي، داكشي علاش قلت علاش ما نصورش هاد النهار كيفاش غادي يدوز، واخا رمضان تقريبا سهله وما عرفتش امتى غيتحدد الفيديو، يمكن تيزالي تيجي رمضان الجاي. المهم عاوتاني قبل، حيت عارف بزاف ديال الكومنتار من المغرب تيجي لعندي كيقول لي واش كتعرف غير البنات، واش ما كاش هذا. يس كنعرف انايا فالونس اغلبيه غير البنات، ما عرفتش انت فراسك ولا لا، حيت المهم بزاف ديال كيجي كيقول لي اش كتعرف غير البنات. المهم هي فراسك اغلبيه اللي كنعرف انايا تقريبا بنات، بقى عندي في بلايص زعما هنايا في اسبانيا عندي صحابي الدراري، بحق ماشي في فالونس نيس، في فالونس زعما عندي صحابي بحق ما مدرسش معاهم بزاف زعما ماشي سو كلوز توكيدر وصافي. هذا ما كان داكشي علاش هاد النهار غادي تشوفوا غالفتيات. المهم دابا غادي نمشيو نتقداو حيت عارض عليهم هادي السته ولا قريب شي حاجه بحال هكا مازال ما تقديت، ودابا غادي نمشيو نخرجوا حيت بغاو اللحم بالبرقوق، غادي نمشي نشري اللحم من عند الكزار. يس يلا تزيد. دابا خرجنا الزنقه بحال باش نتقداو، كاين حدايا واحد الخضار ها هو، غادي نمشيو ناخذ من عندهم بطاطا حيت ما بقاتش بطاطا باربا الى عنده صافي يمكن ياك هادشي اللي خاصنا. المهم دابا يونس كيختار البطاطا، عجباتو هاديك بالضبط. مالك راه زوينة، بدا يقول لك مورو ما مورو. المهم يونس مورا ما اختار البطاطا اللي برا، قرر يختار البطاطا اللي لداخل. المهم دابا راه تقدينا وقرب الميكرو مسكين، تقدينا ضربة بطاطا بحق البطاطا كانت عنده ومشي تما ولفمك واش ذكية بزاف. المهم تقدينا من عنده بطاطا والباربا بحق البطاطا كانت عنده عيانة كلها ميتة باينة قديمة أصلا، ولكن المهم ما لقينا شي حاجة واحدة أخرى. دابا غادي نمشي عند الجزار المغربي باش ناخذوا اللحم، ومن هنا ناخذوا من عنده إلا نقصنا شي حاجة. وشنو آخر كنا باغيين؟ كنا باغيين وكنا باغيين حتى ماريا. المهم داك الباستا داك الكوك شنو سميتو؟ كوكيز ماشي كوكيز، ما كاينش الشوكولاته من داخل غير شنو سميتو؟ يا ربي ما عرفتش، بحال هنري في المغرب، بحال هنري ولكن واه سميتو ماريا، راه كاين في المغرب ماريا عرفت كاين. المهم غناخذوا ماريا النيت حيت ما لقيناش عند هذا، عنده غير المالح، غادي ناخذوا ماريا على ود باش نديروا حتى التشيز كيك. ودابا راه باقينا ثلاثة سوايع خاصنا نصيبوا هادشي كامل، ثلاثة البوطاط. A few moments later. صافي دابا مشينا شرينا من عند الجزار المغربي، خدينا كيلو ديال اللحم، ما عرفتش كان كيسحبني كيلو بلا زعما فيها غير شويه سعزق فيها كيلو بزاف، وما عرفتش نديرو كيلو كامل ولا نديرو غير الشعر وتورتو. المهم ما علينا، وخدينا ماريا، خدينا فيلادلفيا، خدينا عصير، وخدينا حريره ديال المغرب كارت. المهم كديرها مع الماء وكتولي حريره، حس فينا اللي صوب الحريره. خدينا جوج صافي يمكن هذا ما كان صافي. دابا غنمشيو للدار بحال باش نبداو نطيبو. A few minutes later. المهم شنو عاملين صوبو، عاملين صوبو وشلاده الجردة، انا قطعت خز ودرتو يتسلق، ودرت الباربا حتى يتسلق حيت هي كتاخذ بزاف ديال الوقت. دابا غادي ندير الروز يتسلق، وعطيتها هي تقطع بطاطا بحال باش حتى هو نصيبو. وعندي دابا اللحم، غادي نصوبو اللحم بالبرقوق. خصنا نصوبو تشيز كيك. المهم كيبان لي غنبداو بالتشيز كيك، غنكمل انا هادشي ديال الشلاضه واللحم بالبرقوق، غنعطيها هي تصيب تشيز كيك وصافي. هذا ما كان. دابا في اللحم بالبرقوق انا ديجا كنت صيبتو، حطيتو هنايا في يوتيوب نيت. المهم انا نطلع لكم الفيديو، دابا خاصني نصيبو، نسيت كيفاش كنت صيبتو ذاك المره. بحق عاقل على نويويرا بسيبيسا بسيبيسا ونويويرا اللي ما كنتش فهمتها. انت ما كنتش تفرجي الفيديو ديالي ياك؟ اه
يا اصلا ما عرفتش شحال عندي لزابونيسك ما عرفتش تالف ما عرفتش واش نبدا باللحم برقوق ولا غادي نبدا بالتشيز كيك ولا غادي نكمل الشلاضه شنو كيبان لك شنو ندير باش نبدا كنقول الشلاضه وانا صايب تشيز كيك وكنطلع اوكي انا ندير الرز يتسلق دابا بيد ما تقطعي البطاطا تاع مربعات ياك عارفه عارفه كيف تقطع البطاطا تاع دواور مراسك تقطعيها اسيدي يلا صراحه ناضي بزاف المهم انا دابا درت الرز بحق ما عرفتش الرز تقريبا شحال كيدير حيت عارفه كيتنفخ المهم ما عرفتش هادشي زعما كافي فهاد الكاسرونه ولا لا المهم الله ما يعمرش بزاف حيت ما مولفش كنسلق الرز سالقو مره وحده في حياتي واقيلا شي حاجه بحال هكا صافي دابا هي كاسه كتقطع داكشي مربعات شو ما تعيط لهم مربعات شوف قداش هادي راه فريته هادي شو ما تسميها مربع ها انت شنو كندير اها تشيز كيك كيفاش كنصايبوه غادي تشدي ماريا غادي تطحنيها اها غادي تزيد عليها الزبده دايبه غادي دير تفرشي داكشي في المول واش دغيا هادشي كيسا دابا انت باش تاديتي هادشي خصك تفرش فيها هكا ولا القطع بالقطع وكتقطع حاجه كتشوف كدوز عليه كلشي كتفصل الموبيل كتفرج بواحد شي مينيموم عندك غير الفوتاج بحال كيكون عندي كيكون عندي واحد جوج سوايع حتى ثلاثة سوايع فهمتي عرفتي غير باللي كتفرج فيه العساك داكشي اللي كتأيديتي وداكشي يعني كتحفظ يعني كان إيديتي في 13 ساعة شي بعض المرات واحد المرة والله توصل 13 ساعة كاينين فيديوهات اللي كان إيديتيهم في يومين ثلاثة أيام داكشي علاش كنتعطل في يوتيوب شي هذا هو السبب 13 ساعة باش إيديتي راه بزاف خصوصا أنك كتكون تابعك القراية وداكشي دماغي كيبقى عامر كنصدق ما أنا مإيديتي ما أنا قاري ما أنا دير حتى شي حاجة المهم انا قطعت دابا بطاطا مربعات غنزيدها دابا على الخيزو حيت فاش عيطت لامي قلت لها زعما واش نحطهم في بقه وحده قالت لي لا الخيزو كياخذ الوقت اكثر داكشي علاش دابا غادي نلوح بطاطا وصافي دابا غندوزو التشيز كيك الباربارا بدات كتسلق الروز ها هو بدا حتى هو كيتسلق وصافي هذا ما كنت شد بالنسبه للتشيز كيك راه هو ديجا كنت لحتو في الريلز في انستغرام اللي ما عنديش في انستغرام هو انستغرام ديالي دخلت تما غتلقى كاع هادشي اللي كنت كنصيب دابا محطوط اش غادي نديرو غناخدو ماريا ولا عرفت كتسميها المهم هذا هو البسكويت اللي كنت قلت لكم عليه غادي نذوبو الزبده وغادي نديروه غنديروه في المول المهم غنديرو حيت انا ما عنديش مول غادي نديرو ديريكتومون في الطبسيل غادي نطلعو تما زعما هاد التشيز كيك وصافي من بعد غادي نصوبو لا كريم مع فيلادلفيا وهو التشيز كيك ديالنا واجد ومن الفوق غادي نديرو صوص ديال البنان يلا شكرا او شكي كتبان الجرده ناضي وحبس دابا هي صافي طحنات هذا بالنسبه للزبده انا غادي نديرو في هذا البول هذا وغنديرو في ميكرو اوند الا كنتي غديرو في ميكرو اوند كما ديما ما تنساش دير بابي سولفوريز على داك الزبده على داك الزلافه ولا فين غادي تطحنو حيت الزبده كتفرقع في ميكرو اوند المهم ما عرفتش شكون اللي غيحتاج هذه النصيحه هذه وليني Please keep our legs entwined, don't limit our time. Everything's romanticized to the point I'm blind. So easy to realize, I need you tonight. جاي باش نابديت ليكم صافي تقريبا كلشي تسلق روز ها هو الحمد لله كفاني الباربا حتى هي الحمد لله كفاها كاين بطاطا وخيزو حتى هو حتى هو تسلق ماريا صافي حتى هو زدنا عليه الزبده ودابا غادي نديروه في هذا المول هذا حيت ما عندي حتى شي مول بلا عندي غير الطباسيل الطباسيل الا لاحظتوا بحال غارقين شويه والا بغيتي تصوب تشيز كيك خاصو يبقى طول خصك تعاودي تغسل وصافي دابا غادي ندوزو نصوبو تشيز كيك علاش غنديرو واحد الفكره ذكيه جدا تايلا فاتين بيناتو بابي كويس انا ما عنديش بابي كويس دونك غنخدمها لك شي فكره ذكيه جدا صدقاء شي از ذا اونلي وان اي جات شي جاتني انا عليها دابا غادي نصوبو تشيز كيك على هاد البلاطو هذا ديال الفران حيت ما عنديش المول اللي كبر وعندي غير هاد المول هذا المهم حنا قدينا هنايا داك ماريا دابا صافي غادي ندخلوه للثلاجه بحال باش يبرد واحد شويه بعد ما دابا غنصوبوا لا كريم نورمالمون المهم هاد الطريقه هادي انا الواحد اللي كنديرها ولا ما عرفتش واش شي واحد واحد اخر حتى هو كيديرها ولكن المهم انا في تشيز كيك كيعجبني ندير الطبقه الثالثه من النكهه اللي باغي ندير بها تشيز كيك بحال دابا هاد النهار مشينا لجهه العواصر قدرت تختار النكهه اللي بغات وهي بغات البنان داكشي علاش هاد البنان هذا غادي نشدو غادي ندير معاه نشا وغادي المهم تيتقال بحال باش غنديرو في الطبقه الفوقانيه وغنصيبو دابا حيت خاصو يبرد حيت مع لا كريم غادي لا كريم غادوب وداكشي شي من الاحسن خاصو تيبرد عاد باش نزيدو
وغادي نزيد هاد العصير هذا نيت في الطبقه ديال لاكريم بحال باش داك المذاق ديال البنان يكون في الطبقه ديال لاكريم وصافي داكشي اللي غادي نديرو دابا نيت. A few moments later. دابا حنا في مشكل يلاه قلبت على الباتور وما لقيتوش وابارامون هذاك الخونه اللي كان ساكن معايا حيت ما بقاش ساكن معايا هادي شرب زياده وانا اصلا ما كنخدمش لاكريم بزاف وداكشي كامل هو اللي مول الباتور ودابا فاش رحل هز معاه الباتور ديالو حيت فاش قلبت ما كاين حتى شي قنت بالحق دابا عيطت لضياء حتى هي غادي تجي لعندنا قلت لها الا عندها الباتور قالت لي بلي عندها داك الميكسور اللي داير بحال الباتور غير هو ماشي باتور وخاولة طاحت عليها واحد الفكره علاش هذاك اللي ما طحناش به الكوكيز المهم هذا نطلعوا فيه لاكريم دابا هو ممكن اننا نطلعوا فيه لاكريم غير هو غنضربوا تمر حيت خاصنا نطلعوا لاكريم الاولى الثانيه الثالثه المهم تنجمعوا داكشي في البول بالحق المهم غنجربوا دابا بواحد شويه ديال لاكريم نشوفوا داكشي كيفاش غيصدق ومراها نشوفوا واش نكملوا بها ولا لا يس ولا سكريم قلت لك فهم واش خاسر ما خطرش انت تطقي بقيت على هذا يمكن تطلع علي طلعناها ماشي كاين الناس طحنتها بزاف تا ولات زبده طحناها بزاف تا ولات زبده تقريبا و المهم اصلا فاش طحناها غير شويه وجبدتها ما كانتش مطحونه مزيان المهم دابا غنعطيها هي تغسل الماعن انت هادشي اللي كتعرف له مزيان هو واتاي دابا غادي نوض نصوبوا اللحم بالبرقوق ونخليو داك التشيز كيك هذا اصلا كنعاوي نديرو حتى دسير دونك نخليو حتى الاخر نصيبو والله غير باش نابديتيكم حيت دابا قرب باش يودن وبديت كنجري المهم درت هنايا اللحم مع البصله مع العطريه العطريه خدمت عطريه ديالي المهم راه المهم غير تفرجوا في داك الفيديو ديال كيفاش صوبت اللحم بالبرقوق تقريبا درت داكشي نفسه من غير داك المره ما كانش عندي القرفه عواد هذه المره عندي القرفه عواد دونك زدتها قرفه عواد وصافي وزدت عطريه ديال اللحم اللي كنت قلت لبابا يصيفطها لي معاه من المغرب وصيفط لي هاد العطريه ديال اللحم المهم نصحكم صراحه تمشيو تشريو المهم كاع الزوافريه ولا كاع اي واحد سير شري هاد العطريه هادي اللي كتكون مخلطه نيشان بحال دابا هادي عطريه ديال الكفته عطريه هادي عطريه هادي حيت كتكون دايره بشي 5 دراهم ولا شي حاجه بحال هكا وكتعاونك بزاف وحاجه واحده اخرى وان الرز خلطت معاه مايس خلطت معاه الطون وصافي دابا راه واجد داك الرز باش نديرو زعما في الطباسل بحال باش نديرو في داك الشلاطه الجرده دابا غادي نشد داك البطاطا غادي نزيد عليها الزيت والملحه والابزار عاوتاني الباربه هي غنزيد عليها الزيت والملحه والابزار والبيرسيل هادشي اللي عارف الدار زعما كيديروا وغادي نزيد الخس وداكشي باش نصوب الشطه الجرده المهم انسى ليها دابا وحاجه واحده اخرى غادي نعسل حتى البرقوق مع السنيده مع القرفه مع مازهر حيت داك المره كان عندي مازهر وما كنتش درتو هاد المره غادي نديرو ان شاء الله وصافي غادي نصوب هاد التخربيق هذا كامل دابا نيت باش نابديتيكم صافي راه البرقوق تعسل فين هو ها هو البرقوق ديالي راه تعسل وكلشي درت شي حبات المهم فاش عيطت لما قلت لها كيفاش كديري تسلقي كيفاش كديري البرقوق قالت لي بلا زعما نديرو كامل مع اللحم باش يطيب معاه باش يطلق داك الحلاوه ديالو داكشي انا قلت لها لا حيت باغي نزوق بغيتو زعما يبقى بحال هكاك ما يكونش مخلط مع المرقه داكشي علاش درت النص والنص خليته باش نزوق به وصافي درنا البيض بحال باش يتسلق البطاطا درت لها المايونيز بيرسيل والملحه والابزار هذا دابا كنت وريت لكم ديال الرز مع المايس مع الابزار مع الملحه مع الطون وعاوتاني كاينه الباربات هي مع البيرسيل مع الابزار مع الزيت ومع الملحه حتى هي صافي دابا غادي تصوب الطباسل دورتهم بالخس والربيع ما مخلط ودابا غادي نصيب غنصيب في الوسط زلافه المهم ما عنديش زلافه كبيره ولا شي حاجه داكشي غادي نقبط غندير غير في هذه غادي نقلب باش نديرو في الوسط وصافي غادي ندير الشلاطه ديال الجرده غندير هادشي كامل اللي دابا مصيبين غنزوق بين الجناب وهذا ما كان A few moments later تقريبا اللحم ديالي ها هو طاب ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا كنتسنى غير شويه يتبخر بحال باش اللحم بحال باش المرقه تجي ثقيله بالنسبه للشلاطه ديال الجرده ها هي كيفاش خرجت باب بالنسبه للبيض الا لاحظتوا راني داير غير محيد صفر البيض صفر البيض ديالي مازال عندي هنايا غادي نخلطو مع شويه مايونيز شويه ديال البيرسيل وغادي نديرو في البوشادوي بحال باش نديرو وريضات وصافي دابا حيت لاكريم ما عرفناش كيفاش نديرو نطلعوها كاين باك اب بلان اللي هو غادي نمشي نجيب دابا الحليب غادي
وقلت لهم يطلعوا معاهم الحليب. صافي هذا اللي غادي يجي دخل دابا غنصيفطو باش يجيب الحليب. غندير الكيك ديال ثلاثه ديال الطبقات. الطبقه الاولى غادي تكون بسكوي اللي ديجا درنا، الطبقه الثانيه غادي تكون الحليب مع النشا مع لي زاروم وداك التخربيق، والطبقه الثالثه غادي تكون عصير ديال البنان مع النشا حتى هو. وصافي هذا ما كان حيتاش لا كريم يمكنش نسينوها. جيتي غترجعي تهبطي بحال وتجيبي الحليب. يلا سير جبنا الحليب. باب محلولة هاتي الريحة من الباب. كي جاتك الشلاضة؟ المهم انا غنجمع هاد الكوزينه وهاد التخربيق كامل حيت يمكنليش دابا نصور حيت غادي نترون بزاف. داكشي غنجمع التخربيق كامل، غنحاول يمكن ندريسي داك اللحم البرقوق ديالي، وغادي نوض نصوب في الكعكه حيت المهم مشى عليا الحال وما كملتش التصوير في الفيديو يوتيوب، ودابا ودن علينا. هذه هي الطبله، صوبت لهم الشباكيه ماشي صوبتها حطيتها. كاين هنايا اللحم بالبرقوق، كاين هنايا الشلاضه، كاين اللحم بالبرقوق، كاين الشلاضه، كاين اللحم بالبرقوق. والحريره راهي قاصك الطب ديال بلعاني هذيك اللي كتكون صاشي هذيك. وصافي دابا الكعكه ما كملتهاش حيتاش ما كفاناش الوقت. المهم الطبقه الثالثه عاد نصوبها ويمكن نصورها لكم. المهم يلا دابا غنمشيو نفطروا. المهم دابا غير غنابديتيكم على اش واقع في الدار حيت هادي ما عرفتش جلسه كدير. مروه واش جلسه كديري؟ كنصور انت بغيتي انت واش كديرو؟ مسكينه خسلات كاع الماء عند ضياء. ثانك يو ضياء، يو ار ذا بيست. انت واش جلسه كديري؟ كنصايبو اتاي. غندير اتاي. شكون كتصايبو؟ ماشي خوله اللي كتصايبو. انت اللي كتصايبي اتاي؟ لا معايا اميمه اليوم. بجوج هاي ترتو. يلا سير. الكعكه اللي صيبت اسمح لي. شكرا. وصافي هذه هي الكعكه ديالنا، دابا كنتسناوها تبرد بحرا باش نصيبوها. يلا كون انت اصلا ما كتاكليش بنان، غتبقى غير خايب. هذاك الفوقاني ياك؟ ايوا تبارك الله عليا اللي كيبكون شي. الفوقاني حيت ما كفالش الوقت باش يبرد. تابعوا من المترو داك الشيء علاش ما خليتهاش تبرد مزيان. سخون. يس. المهم صافي هذا هو الفيديو ديال هذا النهار. ثانك يو فور واتشين. شرف. ثانك يو فور واتشين. هذا الفطور اللي درت هذا النهار. مازالنا يومين على ود العيد، ان شاء الله غنديروا شي بيكنيك. ما عرفتش واش نفلوغ داك النهار ولا لا. هيدي دابا الصيا ديال الدجاج نهار العيد. سي هاد الحوت دابا ملي قلتها في الفيديو خاصك دير. لا. الله يخليها زلعه.